في كربلاء المقدسة، السيد الحكيم يلتقي الحكومة المحلية ويزور مضائف شيوخ عشائر المحافظة، ويعتبر المحافظة قصة نجاح. بعد إقرار جداول الموازنة الاتحادية، عين على تخصيصات المحافظات وأخرى على المشاريع الخدمية والاستراتيجية. السودان يعتبر إنهاء مهمة يونامي نجاحا للعراق، وإخراجه من اللائحة الرمادية يمهد لجذب الاستثمارات الخارجية. متهمة بالفساد ومسؤولة سابقة في وزارة الصحة، النزاهة تعلن استرداد متهمة هاربة من بيلاروسيا. حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل المرصد الخبري. حل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم ضيفا على محافظة كربلاء المقدسة، وذلك للقاء بحكومتها المحلية وعشائرها الكريمة ونخبها ومثقفيها. وفي مستهل جولته تشرف السيد الحكيم بزيارة المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، لتكون محطته الأخرى عند الحكومة المحلية، واللقاء بالمحافظ نصيف الخطاب ونائبيه ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في المحافظة. السيد الحكيم بيّن خلال اللقاء أهمية محافظة كربلاء المقدسة وما تمتاز به عن بقية المحافظات، كونها تحتضن سنويا ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه. وخلال مؤتمر صحفي قال السيد الحكيم إن كربلاء المقدسة تمثل قصة نجاح في الإعمار والتنمية والخدمات وحجم المشاريع التي تم تنفيذها، مشيرا إلى أن زيارته للمحافظة تأتي للتواصل مع المسؤولين وقطاعات واسعة من المجتمع. كربلاء تمثل قصة نجاح في الإعمار والتنمية والخدمات وحجم المشاريع التي تم تنفيذها في هذه المحافظة الكريمة، ونتمنى أن نشهد مثل هذا التطور في جميع محافظاتنا العراقية. تأتي هذه الزيارة في سياق زياراتنا للمحافظات، التواصل مع السادة المسؤولين، مع أبناء شعبنا، مع النخب الاجتماعية والعشائرية وما شابه ذلك، لأننا نعتقد أن هذا التواصل المباشر، الاستماع المباشر من أهلنا في الميدان، ونقل وجهة النظر، رؤية القيادة السياسية في بغداد عن ما يدور من مجريات ومستجدات، هذا التواصل المباشر يمكن أن يؤدي إلى تلاقع الأفكار وتكاملية في المسارات. لا شك أن محافظة كربلاء بقدر ما حققته من إنجازات كبيرة ومهمة، ولكنها طامحة للمزيد من العمل والمنجزات الكبيرة. السيد الحكيم أكد أن محافظة كربلاء المقدسة تحتاج إلى رعاية خاصة وميزانية استثنائية، كونها أصبحت مقصدا مهما للسكن وزيارة المراقد المقدسة. المحافظة أصبحت تتسع بشكل كبير في سكانها من مجاورين يحاولون استثمار التطور الهائل، فرص العمل وقدسية وجود العتبتين المقدستين في هذه المحافظة الكريمة، فيجاوروها ويسكنون فيها، وهناك عشرات الملايين من الناس من يزورها سنوي يعني خلال السنة في مناسبات دينية مختلفة. لذلك تحتاج إلى رعاية خاصة، إلى تخصيصات وميزانيات استثنائية، وفي مجال
الكهرباء، في مجال الخدمات، في مجال الطرق الحولية، في دعم المشاريع الاستراتيجية، في التخصيصات المالية، في كل هذه الأمور يجب أن يلحظ هذا العدد الكبير من الزخم السكاني ومن زوار هذه المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية، أن حجم التخصيصات لهذه المحافظات العالقة من الأمن الغذائي ومن موازنة 2023 قد يصل إلى 15 تريليون دينار، وهو رقم كبير جدا. وأعطيت صلاحية المناقلات للسادة المحافظين حتى يتيسر لهم البدء بمشاريع أو دفع كل المشاريع دفعة واحدة إلى الأمام. فهناك تخصيصات مالية مهمة، وطبعا هناك تخصيص ل 2024 في هذه الموازنة 3 تريليونات ونيف. ومع ذلك التزمت الحكومة الاتحادية في أن أي محافظة إذا أنجزت مشاريعها واستنفذت تخصيصاتها ترفدها بتخصيصات إضافية. وكما تعرفون وضع نص في الموازنة يخول رئيس الوزراء بمناقلة تريليونين دينار لصالح المحافظات، لأي محافظة يمكن أن يعني تنفق كل تخصيصاتها وتحتاج إلى تخصيصات إضافية. فلا نشعر أن هناك مشكلة في هذا الجانب، وإن شاء الله كل المحافظات تسير بخطى واثقة لتنفيذ مشاريع أكثر. السيد الحكيم عقد لقاءات مع عدد من العشائر الكريمة والتقى رؤساء وجهائها وأبنائها، حيث التقى السيد الحكيم في مضيف عشائر جريط الشيخ زهير كاظم المرهون الجريطي شيخ عموم عشائر جريط وجمعا من الشيوخ والوجهاء، إذ أكد خلال اللقاء أهمية الاستقرار الأمني والحفاظ عليها، مشيدا بإنتاج كربلاء من الحنطة لهذا العام بعد ارتفاعه إلى 225 ألف طن. ومن قضاء الإحسانية وفي مضيف الشيخ جاسم الهنون الحويمدي التقى جمعا من الشيوخ والوجهاء مجددا التأكيد على ركائز العراق الثلاث المرجعية الدينية المباركة والعشائر العراقية والشعائر الحسينية. وفي مضيف شيخ عام قبيلة المسعود الشيخ صباح نوري السمرمد بحضور جمع من شيوخها ووجهائها، أكد السيد الحكيم جدية الحكومة في تقديم الخدمات وكذلك الحكومة المحلية ومنها حكومة كربلاء. وفي مضيف عشيرة العقابات التقى جمعا من شيوخ وجهاء المحافظة، حيث بيّن السيد الحكيم أن العراق غادر مرحلة الأزمات السياسية الداخلية وأصبح ائتلاف إدارة الدولة مصادقا للنضج والتواصل السياسي وإدارة الاختلافات. ومن قضاء الجداول الغربي وفي مضيف قبيلة العصامات الهوازنية التقى السيد الحكيم الشيخ صبيح حميد آل حميدي العصامي وجمعا كريما من شيوخ وجهاء القضاء. تم خلال اللقاء تناول العديد من المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. شيوخ العشائر من جانبهم أبدوا ترحيبهم بزيارة السيد الحكيم لمحافظة كربلاء المقدسة، مشيرين بمواقفه الداعمة لاستتباب الأمن المجتمعي والدور العشائري الإيجابي في المحافظة. تقرير محمد التميمي. تواصلا في لقاءاته مع أبناء العشائر في مختلف محافظات ومناطق البلاد، زار سماحة السيد الحكيم مضايف العديد من العشائر في محافظة كربلاء المقدسة، والتقى بشيوخها ووجهائها، واطلع على أحوالهم وظروفهم المعاشية والاجتماعية. اليوم زيارة السيد الحكيم إلى إمارة بني حسن وبالأخص إلى عشيرة الجراح أو قبيلة الجراح هي زيارة مرحب بها. والحقيقة السيد الحكيم هو تقريبا الشخصية الوحيدة من السياسيين على تواصل مستمر مع العشائر العراقية وبالأخص عشائر بني حسن، يعني بين فترة وأخرى سيدي زور عشائر. وعبر شيوخ ووجهاء وأبناء هذه العشائر الكريمة ومن خلال هتافاتها وأهازيجها عن حبها وولائها للقيادة السياسية لسماحة السيد الحكيم وتقديرها لمواقفه الوطنية المساندة للعشائر ودورها الريادي في تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد. هذه الزيارة ليست دعاية انتخابية وليست
لأجل حب الظهور وليست لأجل مجرد هي زيارة إلى اللحمة الوطنية، إلى تدلل على كثير من الأشياء. احنا لو نريد نستغرق تاريخيا بالنسبة لعائلة آل حكيم ضحت وأعطت تضحيات أكثر، يعني نقدر نقول من المجتمع العراقي. بيت آل حكيم هو تاريخ مشرف للمنطقة والعراق. هذا التاريخ له جذور عميقة، ناضلت وجهدت في سبيل العراق والوطن، وجابهت الحكومات البعثية المتغطرسة التي أعاثت بالبلاد الفساد والدمار والتشريد. وكان الحكيم وآل الحكيم وسيد عمار الحكيم هم الأداة الحقيقية التي ناضلت وجاهدت على طول الأزمان الماضية. زيارات السيد الحكيم للعشائر جسدت التاريخ الطويل من الترابط بين آل الحكيم وأبناء العشائر في عموم البلاد، لا سيما وأن الزيارة تهدف إلى الاستماع لمشاكل المواطن الكربلائي وإيصال مطالبه للجهات الحكومية. من كربلاء المقدسة، محمد التميمي، الفرات. جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم من كربلاء المقدسة ومن قضاء الإحسانية وفي مضيف الشيخ جاسم الهنون الحويمدي التأكيد على ركائز العراق الثلاث، المرجعيات الدينية المباركة والعشائر العراقية والشعائر الحسينية، حيث البوصلة التي تستهدف بها والأمة التي تستجيب لتوجيه مرجعياتها الدينية والحماس والعاطفة التي توفره الشعائر. وراعينا الثلاثية التاريخية في العراق. العراق واقف على ثلاث دينك تاريخيا، مرجعية وعشائر وشعائر، هن الثلاث. بلا مرجعية يعني بلا بوصلة، أمة ايش ما يكون عندها إمكانات بس ما تعرف وين تروح. هذا الثنائي مرجعية وعشائر في تاريخ العراق. المرجعية اهتمامها بالعشائر، العشائر انشدادهم وارتباطهم بالمرجعية، فصار اكو بوصلة واكو أمة تستجيب وتتحرك من ثورة العشرين وإلى يومنا الحاضر، وقبل ثورة العشرين وبعد ثورة العشرين. والشعائر، شعائر الوقود، الحماس، العاطفة، الاندفاع. ودعا السيد الحكيم لاستثمار الاستقرار الحالي مؤكدا أهمية التصدي لأي محاولة قد تربك استقرار العراق، مشددا على حفظ قدسية المدينة. الآن الوضع السياسي انتظم، الوضع الأمني استقر، الوضع الاجتماعي نشوف حالة من الوئام والمحبة بين العراقيين، وضع الإقليمي والدولي هدأ. الآن عندنا فرصة حقيقية أن نبني ونعمر ونمشي. العراق إذا حصل على فرصة التقدم إلى الأمام، إذا صار على السكة يقوم يمشي أسرع من الآخرين. وللمزيد ينضم معنا مباشرة من العاصمة بغداد مشاهدينا عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني السيد عباس غدير. بداية أهلا ومرحبا بك السيد عباس بالمرصد الخبري. نتحدث اليوم عن زيارة السيد الحكيم إلى محافظة كربلاء المقدسة. تأتي هذه الزيارة طبعا بظل إطار الجولات المتواصلة والمستمرة للسيد الحكيم بضمن أغلب المحافظات العراقية. ما الغرض الذي تهدف إليه هذه الزيارة والجولات المستمرة السيد الحكيم لأغلب المحافظات العراقية اليوم؟ تفضل. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك عزيزتي والمشاهدين قناة الفرات. يعني مثل ما عبرتم مثل ما قلتم أنه زيارة سماحة السيد الحكيم لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وهذه الزيارة أيضا لم تقتصر على مكون آخر دون مكون، وزيارة اللي يزور بها يقوم بها سماحة السيد الحكيم يعني كل مناطق العراق من شماله إلى جنوبه، المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية ومناطق الوسط والجنوب. اليوم سماحة السيد الحكيم حل الحال في محافظة كربلاء، وشفنا اللقاءات الميدانية لسماحة السيد الحكيم مع عشار هذه المحافظة، مع مثقفيها، نخبها، مع روادها، مع الحكومة المحلية لهذه المحافظة. أعتقد أنه يعني أصل الزيارة
خاصة أنه هي تأتي هذه الزيارة في وقت لا توجد فيه انتخابات، لا توجد غاية، لا يوجد طموح لدى سماحة السيد الحكيم سوى أن يكون قريبا من المواطن ومن الفئات الاجتماعية في هذه المحافظات. فرصة لسماحة السيد الحكيم ولمحافظة كربلاء ولحكومة هذه المحافظة المقدسة أن تعرض مشاكلها، متطلباتها، احتياجاتها أمام سماحة السيد الحكيم اللي هو أساسا قريب من الحكومة العراقية، البوابة السياسية لإطار التنسيق والإدارة الدولة. ممكن لسماحة السيد الحكيم أن يستثمر وجاهته وعلاقته في حل هذه المشاكل لهذه المحافظة. أعتقد أن هذه الزيارة ناجحة، وأعتقد أن الخير يعني سيحل على محافظة كربلاء. نعم، طيب يعني السيد الحكيم اليوم بضمن زيارته إلى محافظة كربلاء المقدسة وقدسية هذه المحافظة رصد موازنات استثنائية هنا بهذه المحافظة، لماذا ركز على هذه الجزئية أستاذ عباس؟ يعني اللغط السياسي الأخير اللي صار يعني للأسف الشديد لعله من الأحزاب المناورة للحكومة العراقية واللي يصيدون بالماء العكر على اعتبار أن هذه الحكومة العراقية لم تلتفت لمحافظات العراق بشكل عام، وأن التخصيصات المالية التي رصدت لهذه المحافظات قليلة ولا تفي بالغرض لهذه المحافظات. سماحة السيد الحكيم بيّن للإخوان في محافظة كربلاء ولكل العالم بشكل عام من خلال هذا المؤتمر الصحفي اللي شفناه أن الحكومة العراقية لأول مرة يعني أعتقد أن الموازنة والتخصيصات التي رصدت لهذه المحافظات أكثر من كل الموازنات في السنين الماضية، خاصة أن هناك فقرة مثل ما سمعناه بحديث سماحة السيد الحكيم، من هناك فقرة في هذه الموازنة تتيح لرئيس الوزراء أن يزيد من غلة المخصصات المالية لأي محافظة تنجز هذه المشاريع. هذا واحد. اثنين، التخصيصات الاتحادية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة اللي راح تنال هذه المحافظات، أعتقد هذه أيضا تحدث لأول مرة. أنا أعتقد يعني ما هذه الموازنة قد أنصفت المحافظات وقد يعني أصبحت هذه المخصصات أكثر مما سبق. السيد الحكيم وخلال لقاءاته المتعددة دائما ما يعني يسلط الضوء هنا على التطورات السياسية الاقتصادية الإيجابية بالمنطقة، كيف يمكن أن نقرأ هذا الموضوع أستاذ عباس؟ يعني اليوم مجرد أن يلتقي سماحة السيد الحكيم بهذه الفئات الاجتماعية بعشائرها مثل ما عبرت، بمثقفيها، بنخبها، بالشخصيات الاعتبارية المؤثرة، ويتحدث سماحة السيد الحكيم بالإيجابيات اللي شاهدنا خلال هذه السنين أو الأشهر وعمر الحكومة على أقل تقدير، منتحدث بإيجابي عن الإعمار وعن التقدم الحاصل وعن الخدمة اللي نشوفها والبرنامج الحكومي الذي أنجز والهدوء السياسي والوئام الاجتماعي اللي جاي يصير، هذا يعطي دفعة بالإيجاب للمواطن العراقي أن يستشعر أن الحكومة العراقية والقوة السياسية سواء كانت بالإطار التنسيقي وبإدارة الدولة وبكل الزعامات السياسية هي عازمة على تقديم الخدمة، عازمة على أن تكون قريبة من المجتمع العراقي، عازمة على أن تكون هذه الحكومة مثل ما عبر عنها يعني رئيسها بحكومة الإنجاز، بحكومة الخدمة، الحديث بإيجابية وترك السلبيات. أنا أعتقد هي رافعة إيجابية لكل أبناء الشعب العراقي. طيب كيف يمكن أن نقرأ رؤية السيد الحكيم اليوم للدور العشائري والمجتمعي بالعراق، خاصة أنه العشائر واللقاء يعني رؤسائها ووجهائها اليوم يمثل عنصرا أساسيا في جولات السيد الحكيم لأغلب هذه المحافظات؟ يعني مثل ما تعرفين جيد ان طابعنا الاجتماعي هو عشائري، والعشائر لها دور كبير. يعني اذا نتحدث عن دور العشائر سواء كان في هذه الفتره او الفتره السابقه من ايام ثوره العشرين والدور العشائري في حل المشاكل اللي جاي يصير بين ابناء المجتمع العراقي ودورها الكبير وقربها من الاحداث التاريخيه المؤثره في تاريخ العراق، وهي ركيزه اساسيه دائما ما نتحدث بها انه العشائر والمرجعيه والشعائر الحسينيه ركائز مهمه لابناء المجتمع العراقي. فبالتالي من نشوف سماحه السيد الحكيم يهتم كثيرا بهذا المفصل، يتقدم كثير باتجاههم، يلتقي بشيوخ العشائر، يزور مضايفهم، هذا تاكيد من سماحه السيد الحكيم ان الدور العشائري له تاثير كبير ومهم في دفع المجتمع العراقي الى الوئام والسلم والمحبه بين افراده. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي مباشرة من العاصمة بغداد عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني السيد عباس غدير، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. في
الشأن السياسي، أعلنت رئاسة مجلس النواب انتهاء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة. إلى ذلك أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير أعلن استكمال إجراءات توقيع كتاب قرار البرلمان بالموافقة على جداول الموازنة وإرسالها لوزارة العدل والوقائع العراقية والمالية. ثمن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي. وقال السيد الحكيم في تغريدة بمنصة إكس إن هذه الخطوة ستطلق يد الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية وخدمة المواطن. ودعا السيد الحكيم إلى ضبط الإنفاق والدقة في صرف المال العام ويتحقيق خدمة حقيقية للمواطنين مع مراعاة الأولويات. إلى ذلك أكد النائب الأول ورئيس مجلس النواب بالإنابة أن الرئاسة بذلت جهودا كبيرة مع لجنة المالية النيابية من أجل الإسراع في استكمال التصويت على جداول الموازنة خلال الفصل التشريعي. وقال المندلاوي إن مجلس النواب سيستمر في ممارسة دوره الرقابي لمتابعة صرف المبالغ المالية وفق جداول المحددة، فيما أبدى دعمه للحكومة لمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي وإكمال مسيرة البناء والتقدم وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن، مثمنا الدور الكبير لرئاسة وأعضاء اللجنة المالية النيابية في مناقشة واستكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024. وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي لبرنامج كلام حر جداول موازنة 2024 بالمنصفة لإقليم كردستان، خاصة وأنها تضمنت تحديد رواتب موظفي الأقليم. فيما يخص إقليم كردستان، حقيقة الشيء المهم أنه تم تحديد رواتب موظفي الإقليم شهريا ب 965 مليار دينار شهريا. حقيقة يعني هذا الموضوع كان مهم باعتبار أنه تم يعني فصل رواتب الموظفين الإقليم عن النفقات الفعلية. يعني في السابق كان هناك حقيقة مشكلة نعاني منها بحساب النفقات الفعلية على مجمل الموازنة، من ضمنها رواتب الموظفين. طبعا كما تعلمين يعني كانت المحافظات رواتب الموظفين هو توطين، المحافظات الأخرى غير منتظمة بإقليم توطين ما لها علاقة بالنفقات الفعلية، كان يطبق هذا فقط على الإقليم. في هذا القانون تم فصل هذا الموضوع، وبالتالي سيضمن موظفي الإقليم هذه الحصة شهريا. وطبعا جرت الكثير من الأمور خلال هذه الفترة لتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية، وبالتالي هناك اتفاقات مع الحكومة الاتحادية. أكدت أوساط نيابية أن البرلمان منح الحكومة حق مناقلة مبلغ تريليوني دينار لتخصيصات المحافظات غير المنتظمة بإقليم. اقتصاديون أكدوا أنه مع إقرار جداول الموازنة فإن مشاريع خدمية ستدخل حيز التنفيذ. المزيد في سياق هذا التقرير مع صباح حكيمة. بإقرار جداول الموازنة الاتحادية للعام الجاري، فإن شرائح متعددة حظيت باهتمام المشرعين والحكومة التنفيذية، ومنهم المتقاعدون والطلبة والرعاية الاجتماعية، فيما حلت إشكالية الأموال المخصصة للمحافظات من خلال منح مجلس الوزراء صلاحية مناقلة مبلغ 2 تريليون دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية وإضافتها لتخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليم. الموازنة يجوز أسهل من السابقات باعتبار هاي فقط على جداول، باعتبار الموازنة ثلاثية. البنود الرئيسية بما يخص الموازنة تم التصويت عليه في العام الماضي، الآن فقط التغييرات اللي طرأت على الإيرادات وعلى
سواء النفطية أو غير النفطية مع حصة المحافظات التنمية الأقاليم أو استثمارية حصة الوزارات. عزيز حقيقة فبنتيجة إحنا أمام اقتراض داخلي وخارجي وزيادة تراكمات ومشاكل مالية والتزامات مالية على الحكومة، ربما هذه الحكومة قد ما تتأثر بها، ربما بالمستقبل القريب، ربما بعد سنة أو سنتين، هذه التزامات وتراكمات مالية كارثية هذه. بلغت النفقات العامة في الموازنة 211 تريليون دينار ووزعت بنحو 156 تريليونا موازنة جارية و55 تريليونا استثمارية، فيما شخصت اللجنة المالية النيابية بعض الملاحظات منها تركيز الإنفاق الاستثماري في القطاع الحكومي العام، ما يعني إن المشاريع الاستثمارية عند اكتمالها ستدخل الخدمة وتتحول إلى تشغيلية، ما يزيد الأعباء على الحكومة. رغم العجز اللي موجود اللي بحدود 64 مليار تريليون، لكنه نتيجة عدم تنفيذ كامل الأموال المرصدة في الموازنة بإمكان الحكومة أن تنفذ وأن تقلل العجز في حالة تقليل المشاريع غير المنتجة وإيقافها، تقليل الهدر الحكومي، وأيضا في حالة زيادة أسعار النفط سيتم تغطية العجز اللي موجود، إذا زاد عن سعر 70 فسيتم تغطية العجز. ومع إقرار الجداول فالدعوات الشعبية والسياسية تتوجه للجهات المعنية بتنفيذ الموازنة وصرف الأموال لضبط الإنفاق واستخدام الدقة في صرف المال العام لتحقيق الخدمات الحقيقية للمواطنين مع مراعاة الأولويات المهمة، سواء المشاريع الخدمية أو الاستثمارية أو إنعاش الواقع الاقتصادي للبلاد. صباح حكيم، الفرات. أكد رئيس الوزراء محمد الشع السوداني أن العراق لديه العديد من الفرص الاستثمارية المعروضة أمام الشركات العالمية. وقال مكتبه الإعلامي إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشع السوداني استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتش، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وآليات العمل على توثيقها وتوسعتها في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن العراق لديه العديد من الفرص الاستثمارية المعروضة أمام الشركات العالمية، مرحبا بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في مختلف القطاعات في مقدمتها قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية. أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية تخصيص ميزانية في موازنة 2024 لاستكمال مشروع الفاو الكبير. وأضاف عضو اللجنة هيثم الفهد أن التخصيصات المالية لقطاعي النقل في موازنة العام الحالي لم تمول من الموازنة، وسيتم تمويل ميناء الفاو الكبير من التخصيصات المالية للميزانية. في وقت أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق أن الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير انتهت من عملية صب القطعة العشرة المكونة للنفق المغمور، وأن كل قطعة من القطعة العشرة تضم ممرين رئيسيين، كل واحد منهما يحتوي على ثلاثة ممرات تسمح بمرور ثلاث مركبات. أرصفة خمسة تنجز في ميناء الفاو الكبير والذي يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية في العراق. تقرير مصطفى الأسدي. إنجاز أرصفة خمسة لميناء الفاو الكبير وإكمال عشر قطع كونكريتية للنفق المغمور، هذا ما أعلنته الموانئ العراقية مؤخرا في خطوة مهمة تقطع شوطا كبيرا لأهم مشروعين مرتقبين توليهما الحكومة اهتماما كبيرا ودعما خاصا. تم استكمال العمل بالكامل وأصبحت نسبة الإنجاز في سطحة رصيف رقم 5 100%. كما أعلننا سابقا أنه نسب الإنجاز في رصيف رقم 1 و2 و3 و4 أعلننا عن إنجازها بالكامل. اليوم نعلن رسمي عن انتهاء الأعمال في سطحة رصيف رقم 5، وبالتالي تم
استكمال الأرصفة الخمسة. مختصون في الشأن الاقتصادي أكدوا أهمية ميناء الفاو الكبير في دعم الاقتصاد العراقي ورسم خارطة اقتصادية جديدة للمنطقة بأكملها، وهو ما تعول عليه الحكومة العراقية في دعم المشروع وإيصاله إلى مراحل متقدمة. تابع باهتمام إنجازات الموانئ العراقية فيما يخص ميناء الفاو تحديدا وفيما يخص النفق المغمور، لأنهما جزء رئيسي من خطط العراق التنموية المستقبلية، خصوصا فيما يخص أن يكون العراق نقطة محورية في طريق التجارة العالمية، وهذين المشروعين هما أساس والركن الذي يرتكز عليه طريق التنمية بشكل عام. وحتى إذا أردنا أن نكون جزء من طريق الحرير فهذا الإنجاز جدا مهم، ونتمنى أن يكتمل المشروع. طريق ينمي اقتصاد البلد ويربط موانئه بالعالم في مشروع كبير بدأت ملامحه بالاتضاح. من البصرة، مصطفى الأسدي، الفرات. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني أن قرار مجلس الأمن الدولي بتحديد موعد إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق نهاية العام 2025 جاء بفضل تضحيات الشعب والقوات الأمنية التي حققت الاستقرار في العراق. وقال السوداني في حديثه خلال جلسة مجلس الوزراء إن قرار مجلس الأمن الأخير بإنهاء عمل بعثة يونامي جاء بناء على طلب الحكومة، وهو يمثل اعترافا دوليا أمميا بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات نتيجة الاستقرار الذي يعيشه البلد. طلب الحكومة العراقية صدر قرار جديد من مجلس الأمن الدولي 27-32 ليحدد موعدا لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي. بشكل واضح أن إنهاء عمل البعثة نهاية عام 2025 بناء على طلب الحكومة العراقية بالتأكيد يمثل اعترافا دوليا وأمميا بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات، وهذه رسالة إيجابية على مسار العملية السياسية والنظام السياسي. إنهاء بعثة اليونامي لا يعني القطيعة مع الأمم المتحدة ولا مع الوكالات المتخصصة، بالعكس فإنه يفتح آفاق للتعاون في البرامج الاقتصادية والتنموية وبرامج المناخ والبيئة والمساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. حدد مجلس القضاء الأعلى ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور المجلس في إخراج العراق من اللائحة الرمادية. وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة أياد محسن ضمد إن منظمة فاتف أخرجت العراق من لائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية بعد أن قدم الوفد العراقي تقريرا فنيا وموضوعيا عالي المستوى نال قبول الدول المصوتة، موضحا أن العراق نجح في إعداد التقرير الوطني للمخاطر ووضع مكافحة الحلول الناجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال. وأكد أن لمجلس القضاء دورا مفصليا أساسيا في إنجاح العراق وإخراجه من لائحة دول عالية المخاطر، وأكد أن عدم إدراج العراق على اللائحة سيجذب المستثمر وأصحاب رؤوس الأموال، إضافة إلى قبول جميع التحولات المالية إلى دول العالم.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استرداد أحد المسؤولين السابقين في وزارة الصحة من جمهورية بيلاروسيا، فيما بينت أن المتهم الهارب تسبب بأضرار في المال العام تقدر قيمته ب 6 مليارات و500 مليون دينار. وأفادت الهيئة أن إجراءات دائرة الاسترداد بالتعاون مع جهاز المخابرات ووزارة الخارجية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية أفضت إلى استرداد المتهم الهارب جنان جواد عبد القيسي من السلطات في جمهورية بيلاروسيا، مبينا أنها كانت تعمل مديرا للقسم المالي في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة العراقية سابقا، ومتهمة بالأضرار العمدي للمال العام واعتمادها قوائم مزورة لحمايات وهمين في وزارة الصحة وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بالصرف، الذي أدى إلى حصول سرقة واختلاس بالمال العام تقدر قيمته ب 6 مليارات و500 مليار دينار عراقي. تستمر فعاليات الملتقى الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد في العاصمة بغداد بجدول أعماله لبحث الإجراءات والحلول لمكافحة الفساد في جميع القطاعات وخلق الفرص التعاونية بين الدول لمكافحة هذه الآفة. حسين ياسين والتفاصيل. لليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات الملتقى الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد في العاصمة بغداد بجدول أعمال تضمن مناقشة كيفية إجراء إصلاحات إدارية ومؤسساتية ركزت على قطاعي الصحة والتعليم. أتقدم بشكر جزيل على القائمين على هذا المؤتمر وهذا اللقاء، لأن سيكون له تأثير كبير على تقديم وتحسين الخدمات في القطاع الصحي. بداية أنه الجميع يعلم أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال والأبعاد ولها تأثير كبير سلبي على قيم المجتمع، وانتشار هذه الظاهرة قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى توقف الخدمات وتعطيل المشاريع بشكل كبير. الهدف الأساسي هي إظهار استراتيجيات حقيقية تنفذ على أرض الواقع لارتفاع مستوى النزاهة وانخفاض مستوى الفساد بكافة مؤسساتنا العراقية. ويحرص العراق أيضا من استضافة تلك النسخة إلى تنمية القدرات المحلية عن طريق تبادل المعلومات وخلق مساحة تشاركية واسعة بين أعضاء الشبكة والإفادة من خبراتهم بملف مكافحة الفساد وفقا للمواثيق الدولية. يجب أن يحصل هذا المواطن على خدمات نتيجة هذا العمل، في تحسين الخدمات الصحية، في تحسين خدمات التعليم، بالنقل، بالمواصلات، بالأمن، فبكل مجال، حتى بالقطاع الخاص مثلا في البنوك. فتعزيز النزاهة في كل القطاعات تساعد على البلد أنه يكبر مرة واحدة ويصعد ويقضي على الفاسدين اللي هم أقلية. وتكمن أهمية هذا الملتقى بوصف كثيرين أنه سيمهد لإصلاحات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عن طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة لتهيئة أرضية ملائمة لتقديم الخدمات والقضاء على الفساد بأشكاله المختلفة. ويتزامن هذا الحدث في وقت تكثف فيه الحكومة من خطواتها الجادة لمكافحة آفة الفساد، وهي تحقق من خلالها نتائج مهمة. حسين ياسين، الفرات، بغداد. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام المرصد الخبري، شكرا لكم وإلى اللقاء.